مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من سيدي سليمان. نخليكم مع قصة أب ثلاثة ديال الأطفال اللي دعته الضرورة أنه يتواصل مع المحسنين عبر قناة الشعب، قناة شوف تي في، باش يوصل رسالته. كيقول أنه كان كيشتغل مياوم، يعني ولد الموقف، الخدمة اللي جات يخدمها. يعني كيقول الراجل كيلفاس في أي بلاد يحفر، لكن مع أزمة كورونا بقى بلا خدمة، حتى الدعم ما استفدش منه. الغريب هو أن الأطفال ديالو اللي هما ثلاثة صغار كيبكيو وكيقولوا له بابا راه بغينا ناكلو، ما كيلقاش ما يوكلهم. هنا بغا يوجه رسالة للمحسنين باش يتعاونوا معاه، وباش حتى يلقاو له شي خدمة يتواصلوا معاه. سيدي، السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم عندنا في سيدي سليمان. انا مواطن ولد الشعب، انا المولف كنخدم على وليداتي، كنجيب لهم ما يصرفوا ومعيشهم بخير حتى لهاد الجائحة كورونا. حبسونا، شدونا المنافذ كاملة، ما خلونا فين نتحركوا. اعوان السلطة كلشي خرجوا ديك الورقة ديال القيد، عطاونا الورقة ديال القيد، شوية قال لك ديال الباشا، ما بقيناش قدو نتحركوا. وحاليا حنا راه دابا في أزمة، يعني مور هذا الشيء راه حنا تأزمنا وقعت لنا مشاكل مع الدراري، الا حوايج العيد ما لقيناش باش نشريوهم. دابا تصور حتى المعيشه ديالهم اليوميه ولينا لاقين فيها مشكل. يعني ما يمكنش هاد الناس ديال لجنه اليقاضه، يعني كيفاش وصلت بهم الجرأة انهم ينفيونا من الدوله ديالنا؟ ما حنا ولاد المغرب ونموتوا على المغرب ولاد الشعب، الدعم يعني. يعني ما نستافدش من الدعم. وعندي ثلاثه د الوليدات، ما لك امال سيف الدين، وانا عوض الموقف يومي، من نهار نخدم سيمانه ما نخدمش. على الله، ورا الناس اللي كيعرفوني هنا في سيدي سليمان، ولا غير الموقف ديال سيدي سليمان، كنهز صاكي كنسافر وكنجيب القوت اليومي ديال ولادي. يعني ما كنتش محتاج لحتى شي واحد. مع هاد الجائحه وهاد الشيء اللي وقع، راه ربي العالم. علاش ما استفدتيش؟ ما عرفتش المشكل فين كاين اختي. انا قالوا لي كتبت 12 12، كتبت 12 12، ما جاوبوني بانك تم تسجيل الطلب هذا برقم اخر، ولينا عاودنا لهم حتى جات الشكايه، درنا الشكايه، قالوا لي راه كتوفر على الضمان الاجتماعي انت ولا واحد فرد من الاسره. انا ما عمري خدمت في شركه في حياتي، يعني سينياتور في شي شركه ما كايناش عندي، والله غالب. لعقاش انا ولد كيفاش انت يعني ما استفدتيش من الدعم اللي خرجوا صاحب الجلاله للشعب ديالو؟ وانت قلتي ما استفدتيش لان قالوا لك ربما عندك شي تغطيه او عندك ضمان اجتماعي، وانت عمرك خدمتي وعمرك خدمتي في شركه، وعمرك عندك شي ضمان اجتماعي قديم. ما عنديش ضمان، ما عمري في حياتي خدمت في شركه، يعني كنخدم من اللي بديت في حياتي الخدمه، باديه في الموقف. انا ولد الموقف، يعني وليداتي مكبرهم بعرض كتافي. وقالوا لك عندكم يعني عندكم شي حد في العائله اللي عنده ضمان اجتماعي، داك الشيء علاش ما استفدتيش؟ انا عندي انا والمراه والوليدات ديالي ثلاثه، شكون هذا؟ ما كاينش شي حد يعني اللي كيمولنا من غير انا هو رب الاسره، يعني انا هو اللي كنخدم على وليداتي، انا هو اللي كنعرق عليهم. ومع ذلك درت الشكايه وصيفطت لهم الشكايه، جاوبوني بانني ما تتوفرش في الظروف الملائمه باش نستافد. شمن شروط؟ ما فهمتش انا شمن شروط هاد الناس اعتمدوا عليها. واش ولد الموقف وثلاثة الوليدات وعندو هاد الرميد، علاش عاطين لينا؟ اش غنديرو بهذا الرميد لما كانش غنستافدو به؟ دابا اش غنديرو به؟ رانا كنوجه النداء لصاحب الجلالة، الله ينصرو، والمغرب في الدم، كنموت على المغرب، المغرب يقح وما ينزعوش من المغرب، وخا يديرو لي يديرو، نموت على المغرب وباقي في المغرب. الاساس حنا الدراويش يشوفوا من حالنا ويشوفوا يديروا لنا شي حل في هاد الشكايات، ولا يخرجوا لنا شي بوابة اخرى. المهم راه الله غالب، راه الله غالب، لا هادشي اللي وقع الله غالب، لا اله الا الله. انت صفتي للرقم يعني المخصص للشكايات، وقالوا لك ما كتوفرش فيك الشروط باش انك تستافد من الدعم. شنو يعني الممتلكات اللي عندك؟ انا تلابيس يمكن شاريه، ما عنديش في بسميتي، انا ما عنديش شي حاجه من غير لاكارت والحاله المدنيه اللي فيها الوليدات، يعني شي حاجه اخرى بسميتي ولا كتعلق بيا، لان الوالد باقي عندي انا يحي، مزوج مرا اخرى، عندو وليدات اخرين، انا هو الكبير في خوتي، انا هو الخامس من بعد خوتي، يعني انا كنبوفري على وليداتي، كنهرق على وليداتي ونجيب لهم النير ديالهم وتون. ولكن ملي وقعت هاد الجائحه ووقع هاد الشيء، يعني قلت لي عندك ثلاثه د الوليدات كيقول لك بابا راه بغينا ناكلو، بابا بغينا نشريو الحوايج، شنو كتقول لهم انت؟
باش نجاوبهم. انا وليت نعجز باش نهضر مع وليدي. تصور انا وليت نهرب من الدار باش ما نجلسش مع وليداتي نفسر لهم شنو واقع. يعني مولفن واحد. شوف ربما يكون شي واحد سن كيتصل بيك، ربما نتمنوا الخير. كتعرف لي كنتعرف الرقم بلا ما تجاوب. 48 خليتي بلي يعيط وكمل. خليك معايا. كيفاش يعني كدوز هاد الايام هادي وانت ما خدامش مع جائحه كورونا، ومع العلم انك ما استفدتيش؟ وفاش قالوا لك انك ما كيتوفروش فيك الشروط باش تستافد من الدعم وانت ما كتمتلك حتى شي حاجه، شنو كان رد الفعل ديالك؟ بصراحه الناس ديال مابقاش يجيني. انا راه وجهي دابا راه تبدل 100% هاد المده الاخيره من كورونا لهنا، لانني ما بقيتش نحس براسي بانني مغربي. ما عرفتش شنو غندير انا وهاد الشعب. الناس اللي لاباس عليهم استافدوا، الناس برزقهم بالممتلكات ديالهم بكل شيء ديالهم استافدوا، وانا بوفري ولد جاوب. ربما يكون شي محسن باغي يتعامل معاك، فهذا هو هدفنا. نتمنوا للمحسنين في مدينه سيدي سليمان او نواحي او في المملكه المغربيه يتفاعلوا مع هذا السيد هذا ويتعاونوا معاه. نتمنى انه يلقى قلوب رحيمه اللي تساعدوا هاد الناس اللي كيتصلوا يتعاونوا معاه. سيدي سليمان ديال الغرب، وا سيدي سليمان ديال الغرب. نتمنوا فناس ديال سيدي سليمان الغرب، ناس كرام، ناس وجود، ناس الخير. فنتمنى انه يلقى قلوب رحيمه. مرحبا خويا، نتمنى انه يلقى قلوب رحيمه اللي تعاون معاه وتتفاعل معاه. فهو عنده وليدات، عنده 3 ديال الاطفال صغار. كيقول يعني قبل ما بداو البث المباشر كيقول انه بنتي كتبكي وكتقول لي بابا بغيت ناكل فما لقيتش ما نقول ليها. كيفاش كتقنع وليداتك الصغار بانك ما عندكش فلوس، انك ما عندكش باش تصرف عليهم؟ ما نقدرش نوصف لك اختي. اضطريت اني وليت نتبلوكا مع وليداتي. متى نقدرش نفسر لهم هذاك الشيء؟ يعني يقول لي بابا بغيت هذيك الحاجه كتنحس بها بالضر عندي في النفس ديالي. يعني شنو ممكن ندير انا لمن يجيني هذا السؤال ويجي بخاوي؟ نورمالمون كنوض نخرج باش ما نطيحش في ديك المواقف. يعني حنا الاسر الفقيره اللي كيكونوا كيدوزوا من هذه المرحله هذه من الظروف هذه كيكون عندنا يعني واحد الحانوت اللي كيتسند الكريدي فاش كيكونوا بغا اولادنا. عندك شي حانوت كيتسالك؟ والله عندي واحد الراجل الله يعمر له الدار باقي الان، يمكن دابا راه كيسالني يمكن واحد 500 درهم ولا 600 درهم. هذاك انت عارفني كان في دراعي كنخدم، وعارف هذه الجائحه هي اللي طيحتني بداك الشيء. ومع ذلك ما نكذبش عليك الله يجازيه بخير، راه ما بقيت يتعامل معايا لحد الان. داك الشيء باش شويه كنتفتف على الوليدات باش غادي نستمر في الحياه. والله غالب شنو هي رسالتك للمحسنين، رسالتك للمتبعين اللي كيتابعونا الان؟ انا الخوت اللي بغيت نقول لكم هي احنا مغاربه معروفين، احنا مغاربه معروفين معروفين بعديتنا في التضامن وبالدعم وبهذا. وملي انا الدوله ديالي نكراتني اللي كان كاف عليه وبداو ندير اسره ومربي اسره ومكون اسره. يعني حتى الوليدات ديالي لو كان جيبها تشوفوا ما يمكنش هاد الساعه ماشي معايا هنا. وليداتي مربيهم احسن تربيه وكنحاول نتجا نقريهم مع العلم ان سيدنا نصر الله عطانا الدعم ديال التيسير، واللهم لك الحمد عليه. يعني احنا مغاربه وبعضياتنا راه كنضامنوا بعضياتنا، والله يهدي خوضنا علينا. هادشي ما نتمنى والله يهدي خوضنا علينا. يعني المسؤولين يعني المسؤولين اللي في صحاب القرار هما اللي كنحملهم المسؤوليه ديال هادشي اللي وصلت له. يعني ما مولفش نطيح في الناس اللي كيعرفوني، راه الناس كيعرفوني انا ماشي شي واحد يعني ود المدينه ود لا ريجيون ود كلشي. يعني الناس كانوا كيعرفوني. انت باغي تخدم دابا تقدر انك شنو كتعرف دير باش تكون هذه فرصه لاي واحد باغي شي عامل يد عامله؟ يعني الموقف شنو كتسنى منه؟ يعني الموقف كتسنى منه الخدمه ديال تماره. يعني ها الطامبو فيدي، يعني ها الدلاله هو هنا فيدي اللي ود الموقف راه باين. خدم البالا، خدم الفاس، خدم الصندوق، خدم العدله، خدم اي حاجه. يعني نجيب يعني ملي جبت الحاجه بالقوت لوليداتي ما عنديش مشكل، ولكن المشكل دابا اللي واقع راه ما لقيتش الحل. يعني ما لقيتش شي حل اخر. يعني مولف تنسافر مع الجائحه فين غتمشي وتخلي وليداتي؟ يعني مولف كنمشي للمواقف ديال المغرب كندورهم واحد بواحد كنخلي وليداتي وكنمشي نجيب لهم هي. ولكن مع الجائحه مين جيتي نتايا الان؟ انا ولد ولاد حمي. يعني من ولاد حميد حتى سيدي سليمان جيتي على البيسكليت؟ يعني حيت ما عنديش باش نركب. نورمالمون ما عنديش باش نركب من الواقع نقولوا. شحال من كيلومتر ضربتي؟ 7 كيلومتر.
يعني 7 كيلومتر ضربتيها في هاد الشمس على البسكليت باش انك توصل الصوت ديالك لجهات المحسنين. يعني ما يمكنش انا ما يعني وليداتي نقدر ان انا ما تنصبرش عليهم حتى يعني في الحراره في الشتاء في البرد في كل شيء كنخدم ونصبر عليهم دابا ما نجيش ما يمكنش خاصني نوصل الرساله ديال وليداتي. والله يجازي بخير خوتنا اللي كيتصنتوا لينا نبغيهم يبارطاجيو هذا الفيديو مزيان يبارطاجيو باش توصل الرساله ديالنا. الله يرحم الوالدين وراحنا ولاد الشعب خوت راحنا ولاد الشعب وخوت والحمد لله راه كنضامنوا في كل في الكبيره وفي الصغيره وفي كل شيء والله يدير لي فيها الخير. رسالتك الاخيره شنو بغيتي توصل؟ طبعا راك وصلت اللي خصو يوصل. رسالتي الاخيره انا نبغي نصحاب القرار اللي جلس في شي كرسي خصو يدير هذاك الشيء اللي عليه صافي. هادشي اللي كنتمنى من كلشي. كتشوف راسك تظلمتي ان الحق ديالك عطاه لك صاحب الجلاله هو ما وصلكش. حقره اختي ماشي غير ظلم حقره هادي راني حسيت حاس حاليا بالحقره تصور لدرجه انني ما بقيتش نعس يعني ما النعاس يعني ما قليل سي جامي نقدر ما نعس 24 ساعه نقدر 12 ساعه ما سا ديبون على حسب الدماغ ديالي ولا يخدم 190 في الكونتور يعني راه بزاف عليا بزاف باش نتحمل. والعيب الوليدات العيب ديال الظلم اللي ظلمتني البلاد ديالي مع العلم انا جات صاحب الجلاله نصره الله الله يشافيه لينا والله يدومو علينا راه عاطينا الحق ديالنا وخوتنا الله يهديهم خوتنا الله رسالة واضحة. إذن مشاهدي قناة سوريا فين كاين كيروم كير ربما كتسأل على الرقم أو العنوان فالرقم ديالو كاين في العنوان كيروم كير كتقول لي أن كتواجد سيدي سليمان سولي فين كاين فالرقم ديالو هو في العنوان تصلي به وتواصلي معاه وغادي ويعطيك يعني العنوان بالضبط. إذن لتذكير مشاهدي قناة شوف تيفي قبل ما ننهي هذا البث المباشر مباشرة من سيدي سليمان نذكروا اننا امام اب لثلاثه ديال الاطفال اللي بسبب جائحه كورونا ما بقاش قادر انه يخدم بحكم انه مياوم يعني كيشتغل في كيف ما وصفها كيف الفاس في الممشى يحفر وما استفدش من الدعم اللي تخصص يعني بسبب جائحه كورونا الناس اللي ضروا منه. فهو قالوا لي يعني فاش اتصل بالرقم ديال الشكايات قالوا له ما كيتوفرش فيك الشروط ديال واحد اللي خصو يستافد مع العلم انه ما عندوش ممتلكات وخدام مواوم يعني بنهارو في الموقف. وهو الان كيوجه رساله لكل المحسنين باش يقدموا ليد المساعده ان الله يعني اجركم عند الله. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي نقول لكم دمتم بألف خير والى اللقاء.